يا مساء العسل عليكم، واسعد الله مساءكم بكل خير. ومعاكم عزوز من فيديو جديد في يوم الخميس 15 ذو القعدة. جماعة المحترمين، المشتركين المحترمين، بلاش تناموا في القناة رجاء. بقى المشتركين اللي ملهمش لا صوت ولا حس اظهروا. طول ما انتوا كويسين معايا، على فكرة عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، طول ما انتوا كويسين معايا في التعليقات ومستمرين في التفاعل، وانتم طول ما انتم كويسين معايا اقسم بالله انا كويس معاكم، لكن انكم ما تتفاعلوش نهائي يبقى دي حاجه مش حلوه. وكل ما تتفاعلوا اكتر وكل ما تعملوا سير ودعم للقناه اكتر، اقسم بالله تخلي الواحد يشجع، وفي نفس الوقت انا افكر في محتوى جديد. وعلى فكره لو القناه بتاعتي لو القناه بتاعتي كبرت ووصلت ل 4000 مشترك، ووصلت ل 5000 مشترك 5000 مشترك 5000 عفوا مشترك، قسما بالله العلي العظيم انت هتكون السبب في ان انا هستمر في تنزيل الفيديوهات. وكل ما تستمروا في التفاعل وفي السير والدعم للقناه، كل ما انا اشجع اكتر وافكر في محتوى جديد اكتر. لكن طول ما انتم نايمين عندي في القناه هتخلي الواحد يمل، مش عارف هتكلم في ايه ولا في ايه. فنرجو منكم التفاعل، حتى لو انت عندك صحاب كلهم بنات او كبار، مش عيب انك انت تعمل سير ودعم. طالما انا بقدم محتوى ويفيد الناس، عن كل حاجه بقدمها المفروض انكم تعملوا سير ودعم، وكذلك لكل الناس، للبنات بس او السيدات بس، لكل الناس الكلام بشكل عام. نرجو التفاعل. النهارده اللي بيقول لي يا عزوز ان انا بعشق القهوه او بموت فيها، الحكايه مش حكايه ان انا بعشق القهوه، ان الواحد لو ما شربش قهوه في يومه او كل يوم اكيد هيحصل لك تقلب مزاجي. ليجي يروح الجيم ما عرفش يكمل تمرين، تيجي تروح الشغل مزاجك مش هيعرف، او مش هيبقى عندك نشاط وحيوية. الدماغ لازم تتظبط. القهوة هي حلاوة اليوم كله، والله من غير قهوة يحصل عندك تقلب مزاجي، نفسيتك تبقى مش حلوة. فمن الطبيعي ان كل يوم لازم واحد يشرب قهوة. فما تجيش تقول لي ما ينفعش نشرب قهوة، اللي عنده ضرر من قهوة اقل حاجة يشربها كوباية واحدة بس في اليوم. فمش حكاية ان انا بعشق القهوة، لا بالعكس، الواحد لو ما شربش قهوة في يومه هيحصل تقلب وهيحصل حاجات كتير، وزي ما انتم عارفين. وشكرا لكم.